السلام عليكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على حضوركم للتعبير عن تضامنكم وصمودكم مع شعب البحرين المظلوم. لا بد أن نبدأ بتوجيه السلام على الشهداء، الشهداء الذين قتلوا في المواجهات برصاص الغدر الخليفي، والشهداء الذين عذبوا حتى الموت وقطعت أشلاؤهم وأعضاؤهم في طوامر التعذيب، والشهداء الذين أعدموا ظلما بعد محاكمات جائرة تفتخر أدنى معايير المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية والمعايير الإسلامية، وكذلك الشهداء الذين اغتيلوا في وسط البحار لأنهم أرادوا أن ينجوا بأنفسهم من هؤلاء الطغاة. السلام على أولئك جميعا، كما أن السلام يجب أن يوجه لأولئك الصامدين وراء القضبان الذين قضوا من أعمارهم أكثرها أغلبها، يعني إذا قضى شخص كالأستاذ حسن مشيمع 9 سنوات الآن و7 أو 8 سنوات في الماضي، فماذا بقي من العمر؟ وكذلك الأستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان والنبيل رجب والدكتور عبد الجليل السنقيس وبقية الأبطال الذين ما يزالون برغم مرور الزمن وإعياء الجسد ما يزالون صامدين يرفعون هاماتهم بشموخ وإباء وكبرياء ولا يخشون في الله والحق لومة لائم، أولئك هم أمثلتنا. لكن قوافل الشهداء لا تتوقف عند الذين ذكرناهم، بل أن الشهداء أيضا هم الذين يسممون، هم الذين تساء معاملتهم وراء القضبان، وإذا اقترب موعد رحيلهم بالإصابة بالمرض وخصوصا السرطان تم إخلاء سبيلهم ليموتوا بعد أيام في أحضان أمهاتهم. ونذكر من هؤلاء الشهيدين الأخيرين السيد كاظم السهلاوي وأيضا الأستاذ المرحوم الشهيد حميد خاتم الخاتم أو خاتم، ولا ننسى المصابين الآخرين، لا ننسى في التسعينات محمد الصياح، ولا ننسى الياس المولى الذي أطلق سراحه مؤخرا ليقضي ما بقي من عمره، ندعو الله أن يطيل عمره لكن والأعمار بيد الله، لكن أيضا لو رحل إلى ربه فسيكون واحدا من هذه القافلة. وأيضا الأستاذ السيد علي قنبر أخو الشهيد عيسى قنبر الذي هو الآخر أصيب بهذا المرض العضال. فنحن إذن أمام قوافل متواصلة من الشهداء الذين موروا الثرى، والشهداء الذين ينتظرون ربهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، هذا هو ثمن الحرية. والشهداء شهداء على من؟ لا شك أن الشهيد هو شهيد على قومه، يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هؤلاء شهداء على الظلم، سجلوا بدمائهم شهادة للتاريخ وصمدوا وبقوا حتى اليوم، ولذلك هم أدوا ما عليهم، لكنهم أيضا شهداء علينا وعلى الشعب، هم شهداء علينا علي وعليك، يعني هم لم يمضوا فقط ليقدموا شهادة على الطغاة، وإنما هم أيضا يقدمون شهادة على المتقاعسين، على المتخاذلين، على من يلوذ بالصمت، على من يفضل السلامة على قول الحق، وهم يعلمون أن من أعظم الشهداء سيد الشهداء حمزة، ورجل رد على ظالم على حاكم ظالم فقتله، فهؤلاء هم سادة الشهداء. وأيضا من وقف أمام ذلك الطاغية ورد عليه فقتله فهو شهيد. إذا نحن أمام منهاج إسلاميا للشهادة ومفهوما نخشى أن نكون من المقصودين
بانعكاسات السلبية، لأن هؤلاء الشهداء إذا دخلوا إذا وردوا على ربهم وسئلوا فسيقولون لربهم أننا ضحينا من أجل الله، من أجل الإنسانية، من أجل الوطن، من أجل الشعب، من أجل الحق ومن أجل الحرية، وتركنا تلك التركة الثقيلة على الآخرين. عملنا ما استطعنا، أدينا واجبنا، ولكن نحن أيضا نقول لك يا ربنا أننا تركنا هذه الأمانة في أعناق الذين خلفونا، الذين بقوا بعدنا. فهل قاموا بالشهادة؟ هل أدوا ذلك الموقف؟ هل وقفوا وسجلوا شهادتهم أمام الله وأمام التاريخ وردوا على الطاغية وانتقموا لدماء الشهداء بالصمود والثبات على المبدأ؟ أم أن الدنيا شغلتهم وعشقوا الحياة وفضلوا ما في الدنيا على ما عند الله؟ فلذلك هؤلاء الشهداء هم شهداء على الجميع، شهداء على البلاد، شهداء على الشعب، شهداء على الثورة، شهداء على الطغاة والظالمين، وشهداء على المؤمنين أيضا. ولذلك فنحن نتمنى أن يكون كل منا قد أدى مسؤوليته كما يتوقعها الشهداء منه. ونحن نستحضر هذه الأوقات، هذه الأيام التي تسبق الذكرى التاسعة للثورة المظفرة بإذن الله تعالى، ثورة 14 من فبراير من العام 2011. لا نستطيع إلا أولا أن نقف إكبارا وإجلالا لأولئك الشهداء، وأيضا إكبارا وإجلالا وإعظاما وتقديرا للذين صمدوا وراء القضبان ولم يستسلموا للطغيان ولم يساوموا على أهداف الشعب والوطن. وأيضا نقف إجلالا لتلك المجاهدات التي ما يزالنا في السجون وراء القضبان، زكية البربوري، هاجر منصور، وكل حتى الذين أيضا خرجنا من السجون، والذين خرجنا من السجون بطلات حتى اليوم برغم ما عانيناه من تنكيل وتعذيب وإهانة وراء القضبان، فإن بعضهن ما لا يزلنا ينطقنا بالحق ويقفنا الموقف المسؤول، فلهن كل التقدير والإجلال. والتقدير والإجلال أيضا للعلماء الذين استهدفهم الطاغية بعد أن هدم مساجدهم، وأكثر من 40 مسجدا هدموا في مثل هذه الأيام قبل 9 أعوام. العلماء العظام على رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي نكل به أيما تنكيل، لم تشهد البحرين في تاريخها الطويل أن عالما، أن الواقع ليس فقط عالما وإن أن أكبر عالما تعرض لتنكيل كما تعرض له سماحة الشيخ عيسى، 2 وهو محاصر، وقتل الشهداء على أعتاب منزله، ثم ترك لتتردى صحته، وثم وضع في طائرة وأخرج من البلاد ظلما وعدوانا. أقول أن الذي تعرض له الشيخ عيسى وبقية العلماء والذين هم معتقلون وآخر هؤلاء العلماء هو شيخ المجاهدين الشيخ علي بن أحمد الجد حفصي الذي يتجاوز عمره 75 عاما، والذي نكل به لأنه دعا للشهداء، دعا للمعتقلين، دعا للسجناء بالفرج، هذه تهمته، مع ذلك نكل به وسمعنا ما تعرض له. أقول أن هؤلاء العلماء هم أيضا موقع وموضع شرف لنا، هم يستحقون كل تقدير وإجلال. وأما شبابنا الرائع الذي هتف بفمه وصرخ أمام الطغاة وأمام المرتزقة ورفع كفيه وقبضتيه في الهواء ليقول الشعب يريد إسقاط النظام وهتف بسقوط هؤلاء الطغاة، هؤلاء الشباب هم أيضا سيخلدون في التاريخ، سيخلدون في تاريخ البلاد، وقد سجلوا لهذه البلاد تاريخا ناصعا من الصمود والتضحية والفداء ومن الإباء وقوة العزيمة ورسوخ الإيمان. فشكرا لهم، وشكرا لكل من وقف مع شعبنا، شكرا للأمهات التي حمدنا ربهن
أن رزقهن الله شرف الشهادة أن تكون الواحدة منهن أما لشهيدا أو لسجينا أو لمهجر. شكرا لهؤلاء جميعا، ودعاؤنا في الأخير من الله سبحانه وتعالى أن يمنح هذا الشعب نصرا مؤزلا، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك من الله على الله بعزيز، لأن الله لنا ذلك وعد غير مكذوب، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يرد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. وبالتالي فنحن أمام مستقبل باهر بعون الله، مستقبل حر، مستقبل كريم، في ظل نظام سياسي يحقق للإنسان إنسانيته، وللبحرين تاريخها وهويتها، ولكل مناضل معنى الشرف والكرامة والعزة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.